الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل لمتابعة جهود الوزارة لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم. رئيس الوزراء يستكمل متابعة خطوات تدقيق البيانات وحوكماتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم. وصندوق تحيا مصر يطلق وفي الحماية الاجتماعية لرعاية 4516 أسرة من قادرون باختلاف. تمام الخامسة مساء في القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية. وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها. كما تابع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجها سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم اجتماعا لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل. ووجه مدبولي بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والخروج بنتائج وتصور نهائي.
كما عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا آخر اليوم لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين. وأكد رئيس الوزراء على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية. ووجه مدبول بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي لإقامة أو التوسع في الأنشطة التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أي طلبات يتم تقديمها من المستثمرين. كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة. نظم صندوق تحيا مصر قوافل رعاية الأسر من قادرون باختلاف في 7 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة والفيوم والمنيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق ومشاركة أجهزة الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح إن القوافل وفرت 48 طن مواد غذائية جافة، بالإضافة إلى 3.5 طن من غسول الجسم المضاد للبكتيريا و165 عبوة جل مطهر أيدي ونصف طن مطهرات للأسطح والأمتعة، وذلك لصالح 4516 أسرة في هذه المحافظات 7. انتهى موجز 5 من تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.